بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، سنتأمل اليوم بعضا من حقائق الإعجاز الرقمي في القرآن العظيم. الحقيقة القرآن منظم بإحكام، كما أننا نرى في هذا الكون كل شيء منظم، كذلك في القرآن العظيم كل شيء منظم. سأعطيكم مثال على ذلك أيها الأحبة. نحن نعلم أن عدد ألوان الطيف الضوئي 7، تبدأ بالأحمر ثم البرتقالي الأصفر ثم الأخضر ثم كذا كذا وصولا إلى البنفسجي، 7 ألوان، معروف هذا بالنسبة للعلماء الذين يدرسون ظاهرة الألوان في الطبيعة. اكتشفوا أنك عندما تحلل الطيف الضوئي القادم من الشمس أو الضوء الأبيض القادم من الشمس، فإنه يتحلل إلى 7 ألوان رئيسية، هي ألوان الطيف الضوئي المرئي الذي نرى. طيب، القرآن عندما تحدث عن الألوان، كلمة ألوان بالجمع كم مرة ذكرت في القرآن؟ دعوني طبعا أذهب إلى برنامج إحصاء القرآن كما نرى أمامنا، والبرنامج أحبتي في الله موجود على موقعي على الإنترنت، يمكن الاطلاع عليه وتحميله مجانا. سأبحث، طبعا سأختار الرسم الإملائي أسهل، يعني سأبحث عن كلمة ألوان. انظروا معي هنا أيها الأحبة، هنا كم مرة ذكرت كلمة ألوان؟ 7 مرات بعدد ألوان الطيف الضوئي. طيب، يعني مصادفة هذه؟ فقط أنا أود أن أتساءل، هل هذه مصادفة أم مقصودة من الله؟ إذا كنت تظن أنها مصادفة، يعني أنا لا أظن، لأنني اكتشفت ووجدت آلاف التناسقات العددية مثل هذه وأكثر من هذه. وإذا كنت تعتقد أخي الحبيب أن هذه ليست مصادفة إنما هي بترتيب من الله، فينبغي عليك أن تتأمل هذا الترتيب. ألوان الطيف الضوئي عددها 7، وكلمة ألوان ذكرت 7 مرات في القرآن. دعوني أتأمل هذه الآيات. الآية الأولى: وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. إذن قضية الألوان ذكرت لنتذكر قدرة الله عز وجل. الآية الثانية: يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. سبحان الله. الآية الثالثة: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. إذن القضية تحتاج إلى علم. يذكرون، يتفكرون، للعالمين. آية، يعني آية من آيات الله هي الألوان. المرة الرابعة: فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. طبعا هنا لو أكملنا الآية: ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه، هذه الآية التالية أيضا، كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. سبحان الله، ما قصة الألوان والعلم؟ إن في ذلك يعني المرة الثالثة التي وردت: إن في ذلك لآيات للعالمين،
ثم إنما يخشى الله من إنما يخشى الله من عباده العلماء. تصحيح فقط هنا، بعض الأحبة يقرأ إنما يخشى الله، وهذا الكلام غير صحيح، لأن الله لا يمكن أن يخشى عباده. العبد هو الذي يخاف من الله، أي أن الذي يخشى الله وأشد خشية لله هم من عباده العلماء، لأنهم عرفوا قدرة الخالق. ثم انظروا، هذه الآية لا تتحدث عن تشريع، ولا تتحدث عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، تتحدث عن ظاهرة كونية. فكأن الله يريد أن يقول لك العلم الكوني لا ينفصل عن العلم الشرعي. لذلك إذا أردت أخي الحبيب أن تصبح من العلماء، ينبغي أن يكون لديك علم بكلام الله من جهة، وعلم بآيات الله الكونية من جهة أخرى، وهذا هو ما نسميه الإعجاز العلمي. طبعا إذن هنا ست مرات، المرة الأخيرة ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه. سبحان الله، يعني ثم قال إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب، يعني ختمت هذه الآيات بالألباب، أولي الألباب. إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب، أي العقول، الذي له عقل يفكر يقول كيف يمكن أن تحدث هذه المصادفة. الآيات كلها تتحدث عن آيات، يعني الألوان هي آية من آيات الله. وحتى الآن هناك أبحاث تكتشف أسرار الألوان أيها الأحبة. اللون أصلا لا وجود له، ليس له وجود مادي، هو اختلاف في تردد أو ذبذبة أو طول موجة الضوء. الضوء هو عبارة عن فوتونات، يعني مادة اللون الأخضر هي ذاتها مادة لون الأصفر أو الأبيض أو أي لون آخر، ولكن اختلاف ذبذبة هذا اللون تعطي أثرا في العين، نشعر أن هذا اللون أحمر أو هذا أصفر أو هذا أسود أو هذا كذا، وإلا هو حقيقة يعني لا وجود للألوان إلا في دماغنا، في مخيلتنا، سبحان الله. لذلك هي آية من آيات الله. دائما يركز القرآن أنها آية، إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب، إنما يخشى الله من عباده العلماء. هنا أيضا، ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. وهنا أيضا عن اختلاف ألوان العسل، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وهنا إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. إذن الألوان هي آية من آيات الله، لذلك لابد أن يكون تكرار كلمة الألوان هو آية لنا اليوم. لاحظتم أيها الأحبة، يعني لماذا جاءت كلمة ألوان سبع مرات؟ من الممكن أن تأتي خمسة أو ستة أو ثمانية، لماذا سبعة؟ نفس عدد ألوان الطيف الضوئي. معنى ذلك أن هذا مقصود من الله سبحانه وتعالى. أنا هنا ألاحظ أن دائما، انظروا معي أيها الأحبة، كلمة ألوان يذكر معها كلمة الاختلاف، يعني أول مرة مختلفا ألوانه، المرة الثانية مختلف ألوانه، لاحظوا أيها الأحبة، المرة الثالثة واختلاف ألسنتكم وألوانكم، ذكر الاختلاف مع الألوان. المرة الرابعة مختلفا ألوانها عن الثمرات، والجبال مختلف ألوانها أيضا مرتين، هنا أصبح لدينا خمس مرات. المرة السادسة مختلف ألوانه، المرة السابعة مختلفا ألوانه. أنا ماذا أستنتج من هذا الكلام؟ أستنتج أن ليس كما يدعي الملحدون أن النبي محمد عليه الصلاة والسلام كان يكتب الجملة ثم ينسى ويكتب نقيضها. لا، القرآن متناسق، لا يوجد فيه اختلاف. فالسبع مرات التي وردت فيها كلمة الألوان ذكرت فيها كلمة الاختلاف،
مختلفا ألوانه أو مختلف ألوانه أو اختلاف ألوانكم. سبحان الله، ماذا يدل ذلك؟ يدل على أن القرآن كأنه كتاب مبرمج، منسق، مرتب. طبعا أيها الأحبة، هذه الآيات السبعة هنا، الآيات السبعة، يعني إذا رجعنا للرسم الأول ورأينا، طبعا هي ست آيات، عفوا، هي الآيات عددها ستة، ولكن كلمة ألوان ذكرت مرتين في إحدى الآيات، فيصبح مجموع كلمة ألوان سبعة، أما الآيات عددها ستة في أربع سور. إذن أيها الأحبة، ألوان الطيف الضوئي عددها سبعة بالضبط، وكلمة ألوان ذكرت في القرآن سبع مرات، وكانت آية لنا. اختلاف الألوان هذا هو آية لنا أيها الأحبة، لأن الألوان لها أثر نفسي، لها تأثير نفسي على الإنسان. فاللون الأصفر يعطيك معاني السرور، اللون الأحمر يثير الأعصاب، يعني يوتر الأعصاب، يهيج الأعصاب. اللون الأخضر هو أكثر لون مريح لعلاج الاكتئاب، لذلك هو لون الجنة، سبحان الله. الآن أحبتي في الله، أنا دعوني أتابع معكم الإعجاز. يعني لماذا أنا أقول أنني أنظر إلى هذا الرقم على أنه معجزة وليس مصادفة؟ اللون الأخضر أيها الأحبة هو لون الجنة. يعني لو أخذنا مثلا الجذر اللغوي، دققوا معي، الجذر اللغوي خضرة، لنأخذ كل الآيات التي فيها اللون الأخضر، انظروا أيها الأحبة، نجد ثماني نتائج، ثماني آيات في سبع سور. هذه هي الآيات أيها الأحبة. فأخرجنا منه خضرا، طبعا أنا هنا أستخدم الرسم الأول، فأخرجنا منه خضرا، سأستخدم الرسم الإملائي أسهل، لأنه أسهل يعني. إذن هنا فأخرجنا منه خضرا، هذه المرة الأولى. المرة الثانية طبعا وردت سبعة سنبلات خضر، المرة الثالثة أيضا سبعة سنبلات خضر، هذا في سورة يوسف عليه السلام. أولئك لهم جنات عدن، هنا تجري من تحتهم الأنهار، يحلون فيها من أساور من ذهب، ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق. إذن ثياب أهل الجنة لونها أخضر. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا. سبعة متكئين على رفرف خضر، إذن فرش أهل الجنة، فرش الجنة أخضر، وعبقري حسان. عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق. إذن أيها الأحبة، لباس أهل الجنة أخضر، والفرش أخضر، والثمار طبعا الشجر والأعناب يغلب عليها اللون الأخضر. حتى في سورة الرحمن يقول لك سبحانه وتعالى مدهامتان، مدهامتان، ما معنى ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان، مدهامتان أي شديدتا الخضرة، يعني أخضر شديد الخضرة، يعني اللون الأخضر لون الجنة. طيب أنا أريد أن أتساءل معكم، لماذا ذكر اللون الأخضر من مرات؟ انظروا معي هنا، اللون الأخضر ذكر في القرآن ثماني مرات، هذه الآيات عددها ثمانية، لماذا؟ يعني أنا أود أن أتساءل معكم أيها الأحبة، لماذا ذكر اللون الأخضر ثماني مرات؟ ما علاقته بالجنة؟
النبي عليه الصلاة والسلام له حديث مريح، مريح لي أنا نفسيا، أرتاح عندما أسمع هذا الحديث. للجنة 8 أبواب، ومنها باب يقال له الريان لا يدخله إلا الصائمون، خصص بابا مخصص للصائمين فقط، سبحان الله. طيب، الجنة لها 8 أبواب ولونها أخضر، ويتكرر اللون الأخضر 8 مرات بعدد أبواب الجنة. طيب، هل هذه مصادفة أيضا؟ يعني أنا أود أن أتساءل، هل هذه مصادفة أن كلمة ألوان 7 مرات في القرآن بعدد ألوان الطيف الضوئي، واللون الأخضر هو لون الجنة المميز، الثياب خضراء، عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق، الفرش أخضر، متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان الفرش، ولون الثمار والأشجار أخضر. إذن كيف ذكر اللون الأخضر 8 مرات في القرآن بعدد أبواب الجنة؟ يعني هذا أمر يجعل الإنسان يحتار فعلا. طيب، عندما نذكر الجنة لابد أن نذكر النار، لأن القرآن يعني دائما يعطيك موازنة، وهذا الأمر مهم في علم النفس وعلم البرمجة اللغوية العصبية. يعني العلماء دائما يقولون إذا أردت النجاح يجب أن تنظر إلى النتائج السلبية والإيجابية لكي يكون عندك دافع أو حافز لكي تقوم بالعمل الصح الذي يؤدي إلى نتائج إيجابية، وتتجنب العمل الخاطئ الذي يؤدي إلى نتائج سلبية أو خسارة. يعني هذه أحد تقنيات اتخاذ القرار الصحيح، هناك فن اتخاذ القرار. القرآن دائما يعطيك الجنة والنار، الحق والباطل، العمل الصالح والعمل السيء، يعطيك المصير. مثلا، أفمن يأتي آمنا يوم القيامة، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة؟ موازنة يريدك أن تشغل عقلك. أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة؟ دائما هذا منهج القرآن أيها الأحبة. طيب، النار، ماذا عن النار؟ أنا عندما يعني أتذكر النار، أعاذنا الله وإياكم منها، أتذكر اللون الأسود، لأن النار كما قال لنا حبيبنا عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي، أحمي على النار 1000 سنة حتى أحمرت، ثم أحمي عليها 1000 سنة حتى أبيضت، ثم أحمي عليها 1000 سنة حتى اسودت فهي سوداء مظلمة. النار سوداء مظلمة. إذن اللون المميز للنار ما هو؟ الأسود. طيب، أنا الآن أريد أن أبحث عن اللون الأسود في القرآن، ماذا سأجد؟ ماذا يمكن أن نجد؟ كم مرة؟ دعونا نبحث عن اللون الأسود أيها الأحبة في القرآن، نجد أنه تكرر 7 مرات، 7 مرات. الآية الأولى، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. المرة الثانية، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. إذن هاي مرتين. المرة الثالثة، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. المرة الخامسة، وغرابيب سود ذكرت مع الألوان. المرة السادسة، ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة
أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ المرة السابعة والأخيرة، وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. إذن سبع مرات ذكر اللون الأسود. طيب اللون الأخضر ذكر ثماني مرات بعدد أبواب الجنة، طيب كم عدد أبواب النار؟ دعونا نلجأ إلى القرآن وننظر هذه الآية، دققوا معي أيها الأحبة. الله تعالى يقول عندما خاطب إبليس قال له إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. إذن جهنم لها سبعة أبواب، واللون الأسود لون جهنم يتكرر سبع مرات. رأيتم التناسق أيها الأحبة؟ يعني أنا دماغي بصراحة يتوقف أمام هذا الإعجاز. ثم يأتي شخص يقول لك ما فائدة الإعجاز العدد؟ طيب يا أخي، الله رتب كتابه بطريقة رياضية محكمة وطلب منا أن نتدبر هذا القرآن. قال أفلا يتدبرون القرآن؟ ما معنى يتدبرون؟ يعني هل يتدبرون فقط من حيث اللغة العربية؟ طيب أليس هناك علم فلك في القرآن؟ أليس هناك تشريع في القرآن؟ أليس هناك إعجاز غيبي في القرآن يتحدث عن المستقبل والماضي؟ طيب أليس في القرآن تناسق عدد في كلماته وآياته؟ طيب هذا أحد أوجه التدبر. يعني التدبر لا يقتصر فقط على جانب معين ضيق هو اللغة، لأنه لو اقتصر على اللغة إذن القرآن نزل للعرب فقط. الصيني لن يفهم شيئا، والياباني لن يفهم شيئا. فهؤلاء يعني هل يمكن أن الله نسي هؤلاء من التدبر؟ فمثل هذا العلم أيها الأحبة، مثل هذا التناسق الرقمي يفهمه أهل الكوكب جميعا، وهذا أكبر دليل على أنه كتاب عالمي. أنت إذا استخدمت علم اللغة فقط من الصعب أن تثبت أن القرآن كتاب عالمي، لأن الصيني يقول لك أنا لا أفهم البلاغة، والياباني والهندي يقول لك أنا لا أفهم لغة البلاغة والبيان والفصاحة والكذا. طيب إذن كيف تقولون إن القرآن كتاب نزل للبشرية كافة؟ إذن أيها الأحبة، هذا دليل، وجود لغة الأرقام العالمية في القرآن دليل على أنه كتاب عالمي للبشر كافة. إذن أخي الحبيب، جهنم ذكرت لها سبعة أبواب، واللون الأسود ذكر سبع مرات، وكلمة جهنم أصلا، دعوني أبحث عن كلمة جهنم هنا. الحقيقة مفاجأة، ذكرت 77 مرة، يعني 7 في 11، يعني مضاعفات السبعة، يعني 77 سبعة وسبعة. كلمة جهنم ذكرت 77 مرة، وهذه هي الآيات، انظروا هنا، هذه هي الآيات 77 مرة في 77 آية بالضبط. طيب جهنم لها سبعة أبواب وذكرت 77 مرة في القرآن، طيب كما يعني أيضا هذه مصادفة، ولونها أسود واللون الأسود يتكرر سبع مرات، نفس عدد أبواب جهنم. طيب أنا حتى أكمل أو أستكمل هذا الإعجاز، بما أننا تحدثنا عن الأبواب فدعوني أبحث عن كلمة أبواب في القرآن، ليس باب بل أبواب بالجمع. يعني قلنا أبواب الجنة
8 وأبواب جهنم 7. دعوني أبحث عن كلمة أبواب أيها الأحبة، سأكتب كلمة أبواب. لقد تكررت 15 مرة هنا، كلمة أبواب 15 مرة في 15 آية. المرة الأولى وأتوا البيوت من أبوابها، المرة الثانية فتحنا عليهم أبواب كل شيء، المرة الثالثة أبواب السماء، المرة الرابعة وغلقت الأبواب، المرة الخامسة وادخلوا من أبواب متفرقة، المرة السادسة لها 7 أبواب، المرة السابعة فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها. لاحظوا المرة السابعة لذكر كلمة أبواب فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها. المرة الثامنة جنات عدن مفتحة لهم الأبواب، وهذه الآية الوحيدة التي تحدثت عن أبواب الجنة أين وضعها الله؟ رقم 8 بعدد أبواب الجنة. سبحان الله. حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها عن جهنم، الآية 9. 10 قيل دخلوا أبواب جهنم، الآية 11 وفتحت أبوابها أبواب الجنة رقمها 11. إذن هناك آية ثانية تتحدث عن أبواب الجنة. الآية رقم 8 هنا أيها الأحبة جنات عدن مفتحة لهم الأبواب، والآية الثانية وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. إذا مرتين ليس مرة، أنا أخطأت، ولكن أنا الآن يعني أكتشف شيئا جديدا، أن أبواب الجنة هنا مفتحة وهنا فتحت. طيب المرة 12 ادخلوا أبواب جهنم، والمرة 13 ولبيوتهم أبوابا، والمرة 14 ففتحنا أبواب السماء، وآخر مرة وفتحت السماء فكانت أبوابا. طيب رأينا إذن أن كلمة أبواب تتكرر 15 مرة، طبعا تتحدث عن أبواب الجنة، أبواب النار، أبواب البيوت، أبواب كذا، معاني متعددة، أبواب السماء. ولكن لاحظتم شيء غريب أيها الأحبة، أن عدد أبواب الجنة 8 وعدد أبواب الجنة 7، المجموع كم؟ 15. إذن عدد أبواب الجنة مع عدد أبواب النار 8+7 يساوي 15. تكرار كلمة أبواب في القرآن 15. نفس العدد. طيب أيضا هذا مصادفة، أن كلمة أبواب في القرآن تتكرر بالضبط 15 مرة، نفس مجموع عدد أبواب الجنة وأبواب النار 8+7 15. طيب الآية الثامنة في هذه 15 آية، انظروا معي هنا على اليمين أيها الأحبة، هذا الآية الثامنة هنا تتحدث عن ماذا؟ جنات عدن مفتحة لهم الأبواب، والآية السابعة أبواب جهنم رقمها 7، يعني عدد أبواب جهنم 7، والآية السابعة بين كلمات الأبواب اللي هم 15، الآية السابعة تتحدث عن أبواب جهنم، والآية الثامنة تتحدث عن أبواب الجنة. فكأن الله يريد أن يقول لك انظر، هذا الترتيب مقصود من الله، الآية السابعة تتحدث عن أبواب جهنم بعدد أبواب جهنم 7، والآية الثامنة تتحدث عن أبواب الجنة ورقمها 8 بعدد أبواب، أو ترتيبها 8 بعدد أبواب الجنة. يعني يريد أن يقول لك الله عز وجل
وهو أعلم بكتابه. انتبه انتبه، هذا الترتيب مقصود ليس عبثا. إذن أيها الأحبة، دعوني ألخص المعجزة القائمة على الألوان في هذا اللقاء. كلمة ألوان ذكرت 7 مرات بعدد ألوان الطيف الضوئي أولا. ثانيا، كلمة جهنم ذكرت 77 مرة وأبوابها 7، هذا التناسق الثاني. جهنم لها 7 أبواب ولونها أسود، وذكر اللون الأسود 7 مرات، تناسق ثالث. الجنة لها 8 أبواب وذكر اللون الأخضر الذي هو لون الجنة أو الغالب على الجنة، ذكر 8 مرات بعدد أبواب الجنة. وكلمة أبواب، تناسق الخامس، كلمة أبواب ذكرت 15 مرة بعدد أبواب الجنة والنار، 8 زائد 7 15. هو الآية السابعة يعني التي تمثل أبواب جهنم، رقم ترتيبها 7 في كلمة أبواب. هنا أيها الأحبة، الآية السابعة هنا رقم 7 هنا تتحدث عن أبواب جهنم. الآية الثامنة التي لها علاقة بأبواب الجنة تتحدث عن جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. طيب بالله عليكم، يعني كل هذا الترتيب جاء هكذا عبثا أم أن الله رتبه ودبره وأحكمه؟ لذلك عندما نقرأ في القرآن آية عظيمة في مقدمة سورة هود، ألف لام راء، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. الإحكام هنا أيها الأحبة، من ضمن أنواع الإحكام الإحكام العددي أيضا، أن القرآن ليس محكم فقط يعني لغويا وعلميا وتشريعيا، وأيضا هناك إحكام في توزع هذه الآيات والكلمات وترتيب. يعني الـ15 آية التي ذكرت فيها كلمة أبواب، منها مثلا آيات نزلت في المدينة مثل البقرة، منها آيات نزلت في مكة مثل الأنعام. وترتيب القرآن كما نرى هنا يختلف عن ترتيب النزول. يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم عندما رتب القرآن كان يعلم أنه ينبغي أن تأتي الآية التي تقول جنات عدن مفتحة لهم الأبواب يكون رقمها 8، هنا تسلسلها، أقصد 8 ليس رقمها بل ترتيبها، يعني بين الـ15 آية التي ذكرت فيها كلمة أبواب، يعني ترتيبها 8، ثم يعني الآية في سورة النحل التي تتحدث عن أبواب جهنم يضعها تحت الرقم 7. يعني والله يعني بالكمبيوتر نحن نعجز عن تنظيم كتاب بهذا الشكل. الآن أيها الأحبة، لو جئنا بسوبر كمبيوتر وطلبنا من علماء الدنيا أن ينظموا لنا كلاما بهذا الترتيب والتنسيق العددي يفشلون، سنحصل على ما يشبه الكلمات متقاطعة. فكيف بكتاب عظيم محكم، كل كلمة في مكانها، كل آية في مكانها؟ هذا يدل على أنه كلام الله الذي تحدى به الإنس والجن عندما قال قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.